تيمولية الدواء لحضور أشغال الدعوة الختامية للمشروع، ألا وهي تعزيز وتقوية المشاركة السياسية للمرأة القروية. فمن خلال تكوين الندوات واللقاءات وتبادل الزيارات وكذلك الندوات المستديرة التي قامت بها الجمعية في إطار المشروع، والذي عرف نجاحا كبيرا مقارنة مع بعض الجمعيات الأخرى التي استهدفت نفس المشروع، حيث أنه كانت نتائج مهمة واستفادة شملت كل الفئات المستهدفة. كما أشكر الحضور الكريم الذي يعتبر حضوره دعم للجمعية، وباسمي وباسم جميع المستفيدين والمستفيدات من هذا المشروع نتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيسة الجمعية السيدة حاجي نعيمة والسيدة نعيمة النصيري مديرة الجمعية وكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا المشروع. شكرا.